السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كما سبق لي وعدتكم في الفيديو السابق ديال البسطيلات، اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير سلطة القمح اللذيذة والسهلة والمفيدة في نفس الوقت. وبالنسبة اللي مازال ما شافش الفيديو السابق ديال البسطيلات فغادي يظهر في آخر الفيديو. وقبل ما نبداو ما تنسوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد ديالي، ونبداو على بركة الله. وفي المقادير كنحتاجوا 250 غرام من القمح، علبة الذرة ما يعادل 150 غرام، علبة صغيرة من الثوم ما يعادل 70 غرام، جوج بيضات، القليل من المايونيز والقليل من الزيت، وفي الأخير الملح. وكخطوة أولى غادي نطيبوا القمح مع القليل من الملح في الماء الساخن، وفي نفس الوقت كنديروا البيض تسلق. ومن بعد ما طبلنا القمح غادي نضيفوا باقي المكونات ونحركوا مزيان. بالنسبه للبيض فانا كنستعمل غير البياض، لان الصفر كيتفرتت وكيتعجننا، فيستحسن انكم تستعملوا غير بياض البيض. ودابا غادي ندوزو للتزيين. كما تتشوفوا انا استعملت واحد الزلافه درت فيها السلطه ديالي، وبقيت كنضغط بالملعقه، بعد قلبتها في الصحن اللي غادي نقدم فيه، وزينتها بالطماطم الصغيره كما هو موضح في الفيديو. الطبق ديالنا واجد، كما كتشوفوا كيجي الشكل زوين، كيفتح الشهيه، والسلطه ديالنا كتجي بنينه بزاف وراه ساهله ما لا كتوجد في الدقائق. نتمنى انه يكون عجبكم فيديو اليوم، ما تنسوش ديروا ابوني وجيم وتفعلوا جرس باش يوصلكم كاع جديد ديالي، ونخليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.